ازيكم عاملين ايه؟ انا ليلى والنهارده رجعت لكم فيديو جديد. فيديو النهارده هيكون حل اسئله متر مجريتن ان شاء الله، بس يا ريت بجد قبل ما نبتدي كده تسمعوا الفيديوز اللي قبل كده، لان هي طبعا مترابطه بالفيديو ده. وبكره الامتحان على ال O1 و2، وانا كنت شرحاهم قبل كده، فعايزاكم تسمعوهم لان انا قايله فيهم كل التفاصيل. النهارده هنحل شويه اسئله مع بعض، واتمنى تكونوا كده قاعدين مصحصحين ومركزين معايا. جاهزين؟ يلا بينا. اول سؤال كده، متتخضوش، احنا مشوفناش الكلمه دي قبل كده بس هي معلومه هنعرفها. What does the term interdisciplinary work mean؟ يعني ايه interdisciplinary؟ هي عباره عن combination of two or more scientific fields، هي عبارة عن اتحاد من اتنين او اكتر مجالات علمية في activity واحد او في نشاط واحد، زي مثلا بيتقال عليه research project. ده مثال على ال interdisciplinary work. What is the science which deal with the appearance and distribution of underground water؟ water تمام، يبقى hydrogeology. hydrogeology عشان hydro مية، تمام. The study of characteristics, origin and development of landforms. على طول هتكون الجيومورفولوجي، اللي هي دراسة صفات وأصل وكمان تطور التضاريس وأشكالها، يبقى هي الجيومورفولوجي. كلمة مورفولوجي لوحدها أصلا هي دراسة مثلا الستركتشر، الشيب بتاع الحاجة وكده، فالجيومورفولوجي هي دراسة تطور التضاريس، تمام. The branch of earth science that deals with object beyond the earth's atmosphere. ركزوا معايا، يبقى على طول meteorology. meteorology اللي هو علم الأرصاد الجوية، دراسة الأرصاد الجوية، ف earth's atmosphere يبقى meteorology على طول. the branch of geology that deals with crystal forms أو مثلا crystal systems، على طول وأنا مغمضة هتكون mineralogy، تمام، اللي هو علم دراسة أشكال الكريستالز بتاعت المينرالز، يبقى على طول إيه؟ مينرولوجي. دلوقتي بيقول لي you have two samples، عندي two mineral samples، واحدة جولد والتانية بايرايت، إزاي هفرق ما بينهم؟ مش أنا كنت قايلة لكم قبل كده إن البايرايت بيتقال عليه فولج جولد، اللي هو الذهب المخادع، لأن هما الاتنين الكالر بتاعهم ذهبي جولد. طب بفرق ما بينهم إزاي؟ عن طريق الستريك. شاطرين، الستريك ده اللي هو بودرة المخدش، هنلاقي ان الستريك بتاع الجولد لونه جولد عادي، لكن الستريك بتاع البايرايت لونه بلاك، فالإجابة هنا هتكون ستريك. You encounter a clear mineral in a vein within a rock which your instructor tells you it's quartz, calcite, talc or gypsum. You can scratch it with your pocket knife but not your fingernail. بصوا، هو الأسئلة في الجاي معرفش ليه بيحب يكبرها حبتين، بس هو هنا بيقول لنا إن أنا معايا 4 samples، عايزة أعرف هي أنهي واحدة فيهم، إذا كانت quartz, calcite, talc ولا gypsum. بيقول لي هنا بقى الحل هنا إن أنا بقدر أعملها scratch عن طريق النايف السكينة، بس ما بقدرش أعملها scratch عن طريق الفينجرنيل اللي هو الضفر بتاعنا. طيب البوكيت نايف كانت الهاردنس بتاعتها 5.5 والفينجر نيل 2.5، تمام، يبقى انا بقدر اعملها سكراتش عن طريق ال 5.5، لكن ال 2.5 لا. ليه؟ لان ال 2.5 دي قليله، فالاجابه هتكون على طول كالسايت، لان الكالسايت الهاردنس بتاعته 3. تعالوا اوريها لكم هنا، هنا عندنا الكالسايت، تمام، ما بقدرش اعمل له scratching عن طريق الفينجر نيل لان الكالسايت الهاردنس بتاعته اعلى، لكن النايف طبعا تقدر تعمل سكراتش للكالسايت لان هي الهاردنس بتاعتها 5.5. لازم بجد تحفظوا الموسكيل، انا كنت قايله لكم تحفظوه ازاي في الفيديو قبل كده، علشان هو مهم ويحل الاسئله حرفيا. في اسئله ساعات تلاقيه كرمك كده وجايب لك الموسكيل، في اسئله لا زي اللي احنا لسه شايفينها دلوقتي، هو بجد مهم ولازم يتحفظ. طيب during your capstone if you want to use signs at night on the bridge but it
must be saving energy. You can use a يعني دلوقتي في الكابستون بتاعي عايز استخدم حاجة بتنور في الضلمة على البريدج يعني, ف وكمان عايزاها تكون موفرة للطاقة, فهستخدم ايه؟ احنا عارفين الحاجات اللي بتنور اللي هو الفلوريسنت او الفوسفوريسنت, تمام؟ الاثنين دول بينوروا, لكن الفلوريسنت دي بتستهلك طاقة اكتر, لكن الفوسفورنت مينرال بتستهلك طاقة اقل, هي بتعمل سيف للانرجي. هو هنا بيقول ايه؟ A phosphorescent material absorbs some of the radiation energy, بتمتص ال radiation energy, وكمان بتعمل لها re-emit اللي هو re-emit بتشعها تاني, بس longer time تاخد وقت اطول يعني, فهنا بتعمل save للenergy. فاهمين قصدي؟ معلومة معرفوها على طول ان ال phosphorescent mineral ده بيعمل save للenergy, فهو ده طبعا بنستخدمه بدل ايه؟ ال fluorescent. During a practical session in chemistry lab, the teacher added calcium hydroxide to ammonium carbonate. الكالسيوم هيدروكسيد اللي هو CaOH2 للأمونيوم كربونات هيدينا ايه؟ الكالسيوم كربونات اللي هو المينرال اوف كالسايت اللي هو كاكوا CaCO3 هو الكالسيوم كربونات, تمام؟ ستريك, احنا قايلين الستريك ده measure the color of minerals ايه؟ powder, حتى بنقول عليها بودرة المغطش, زي ما قلنا الاكزامبل على كده اللي هو الجولد والبايرايت. Which of the following examples doesn't agree with the definition of mineral? احنا عارفين ايه المينرال دي اصلا, تعالوا نقولها بسرعة. مينرال دي بتكون inorganic وتكون solid material naturally occurring, بيكون عندها definite shape, وكل mineral بيكون ليها chemical composition معين مختلف عن التاني, وطبعا بتكون 3D dimensional, حاجة اقدر امسكها في ايدي, صح؟ وكمان هنقول ان احنا عندنا نوعين من المينرالز اللي هو native mineral والcompound mineral. النيتيف اللي هو بيكون فيه one element بس, مثلا gold, silver كده, لكن الcompound بيكون ايه؟ two or more elements. يعني مثلا عندي الكوارتز اقدر اقول عليه ان هو compound element لان هو فيه SiO2 اللي هو السيليكون والاكسجين, تمام؟ يبقى هنا عندي الجولد ده mineral, تمام؟ الكالسايت mineral. الجولد هنا هيكون native لان هو الجولد بس. في عندنا هنا الكالسايت هيكون compound mineral, ايوه, لان هو مكون من الكالسيوم كربونيت. الليجنايت ده ايه؟ الليجنايت ده, الليجنايت ده هو form of rock, شكل من اشكال الصخور. احنا لو لقينا في الامتحان مثلا حاجه مش عارفينها ممكن بتعدوها عادي وبتقراوا بقيه التشويسز وهتحلوا السؤال خلاص. يعني لو كنت لقيت هنا دايموند هعرف ان هو مينرال برضه, حتى الهاردنس بتاعته 10, فساعتها بقى هكون حليت السؤال والاجابه هتكون سي. فاهمين قصدي؟ يعني دي تريكس كده تحاولوا تحلوا بيها في الامتحان بكره. لو لقيتوا مثلا حاجة مش عارفينها ما تقلقوش وكملوا بقية التشويسز وان شاء الله هتعرفوا تحلوا السؤال. If there is a lake, لو في بحيرة rich in calcium sulfate with high evaporation, تمام؟ Which mineral will crystallize على طول؟ calcium sulfate هو الجبسم, الكالسيوم sulfate هو الجبسم. يعني مثلا عارفين ان الكالسيوم كربونيت هو ايه؟ الكالسايت. عندنا الجبسم هو الكالسيوم سلفيت, بيتقال عليه كالسيوم سلفيت داي هيدريت, تمام؟ CaSO4 هو ده, تمام؟ يبقى هنا الجبسم على طول هو الكالسيوم سلفيت. A mineral can be scratched by a steel file and can't be scratched by apatite. الستيل فايل الهاردنس بتاعته 6.5, والأباتايت الهاردنس بتاعته 5, المفروض ان انتوا تكونوا حافظين. طيب ايه هو اللي بيكون كان بي سكراتشد عن طريق الستيل فايل بس الأباتايت لا؟ هيكون الأورثوكليز اللي هو الفيلدسبار, تعالوا اوريكم هنا اهو, كان بي سكراتشد باي ستيل فايل بس ما اقدرش اعمله سكراتشنج عن طريق الأباتايت, هو ايه؟ الفيلدسبور اللي هو الأورثوكليز.
Studying layers of earth is a ايه هو العلم اللي بيدرس طبقات الارض layers بتاعت الارض. مش انا قلت لكم قبل كده ان الارث عبارة عن طبقات مرصوصة فوق بعض كده طبقات استراتا، صح؟ يبقى العلم المسؤول عن دراسة طبقات الارض اللي هي layers بتاعت الارض هو stratigraphy، تمام؟ Studying old creatures like dinosaurs هو البالنتولوجي. ممكن السؤال يجي مثلا يقول لك studying old creatures أو ancient creatures أو مثلا إيه العلم اللي ليه علاقة بدراسة evolution of living organisms على مرور العصور، يبقى هو برضو البالنتولوجي، لأن أنا بعرف الفوسيلز والحفريات وكمان إيه إزاي الحاجة اتطورت، هو ده كله ليه علاقة بالإيه البالنتولوجي. Science is interested in studying underground water and surface water. Hydrology. Hydro برضو هي water. اللي هو ال underground المية الجوفية وكمان ال surface هو ايه؟ Hydrology. Minerals is a لسه قايلينها هي inorganic solid material has crystal shape لكل mineral definite shape مختلف عن التاني وبتكون كمان 3D dimensional وكمان naturally occurring وعندها definite chemical composition كل mineral مختلف عن التاني زي مثلا قلنا الكوارتز عنده SiO2 والكالسايت CaCO3 أو الchemical composition بتاع كل mineral طبعا بيختلف عن التاني فالإجابة هتكون A. The chemical composition of calcite is A. احنا عارفين الكالسايت اللي هو الكالسيوم كربونيت عمالين نقولها من الصبح اللي هو الكاكاو CaCO3. الهاردنس اللي هي الصلابة، صلابة حاجة كده hard، هي قايلين معناها the resistance of mineral to scratching، مقاومة المينرال لأي احتكاك، تمام؟ scratching دي لما بلاقيها بعرف على طول ان هو قصده على الهاردنس على طول، تمام؟ an example of combined element or compound element اللي هو حاجة mineral consists of two or more elements اللي هو طبعا مش native، احنا قلنا ان النيتف بيبقى one element لكن الكومباوند او الكومبايند element بيتقال عليه ايه اللي هو بيبقى فيه two or more elements، تمام؟ يبقى هنقرأ هنا عندنا السيلفر ده نيتف اللي هو الاجي والدايموند نيتف والسلفر برضو نيتف لكن الكوارتز هنلاقيه ان هو هنا كومباوند element لان هو مكون من SiO2 اللي هو السيليكون والاكسجين، تمام؟ Calcite is used to make a الكالسايت بيستخدم في صناعة الأسمنت معروفة اللي هو ايه السمنت. كنا قايلين برضو قبل كده ان الفلدسبار بيستخدم في صناعة البورسلين والجبسم هو بيستخدم في صناعة البلاستر and wall board، تمام؟ Mineral has cleavage in one dimension. احنا قايلين ان الكليفج الحاجة لما بتتكسر بتكون في في 3 dimensions أو مثلا في 1 dimension وكنت قايلة لكم ان انتوا المفروض تحفظوها فلازم برضو تحفظوها. معروفة اللي بيبقى عندها mineral اللي عنده cleavage في 1 direction أو 1 dimension هو المايكا هو مايكا، تمام؟ ويبقى يعني رقيقة خالص وضعيفة كده بشكل sheets. The crystal is a solid material whose atoms and ions are arranged in repeating patterns. احنا عارفين ان الكريستال بيكون solid حاجة كده صلبة والاتومز والايونز اللي بتبقى موجودة فيها بتبقى مترتبة في repeating patterns patterns متكررة، تمام؟ The fluorite mineral can scratch A. تعالوا نشوف more scale المفروض ان انتوا حافظينها ان الفلورايت عندنا الهاردنس بتاعته 4 هيقدر يعمل سكراتش للتلاتة اللي فوق دول كالسايت او جبسم او تالك. عندنا هنا في التشويسز جينا نبص فيها لقينا ان الجبسم موجود اللي هو الهاردنس بتاعته 3 والفلورايت الهاردنس بتاعته 4 فطبعا الفلورايت يقدر يهزم الجبسم وان هو يعمل له سكراتش، صح مش صح؟ تمام. The name of the mineral which has a metallic cluster a golden color and black streak لسه قايلينهم برضو
هي ايه البايرايت. البايرايت لونه بيبقى جولد وبيتقال عليه فوجز جولد، واللون ستريك بتاعه بيكون بلاك، البودره بتاعته بتكون بلاك. A good example of native element mineral is a gold. قلنا native element اللي هو المينرال بيكون فيه element واحد بس. هنلاقي ان الثلاثة اللي تحت كلهم هنا عبارة عن compound element اللي هو هنا SiO2 اللي هو السيليكون والأكسجين، هنا الكالسيوم كربونات CaCO3، هنا الكالسيوم سلفيت، فكلهم هنا ايه compound ما عدا الجولد بس من element واحد. بيقول لي هنا الكوارتز اند هالايت هاف ديفرنت كريستال شيبس، الشكل بتاعهم الكريستالي مختلف. ليه؟ مش احنا قايلين كل مينرال الارنجمنت اوف اتوم بتاعته بتختلف عن التاني؟ طبعا. يبقى الارنجمنت اوف اتومز اند ايونز ار ديفرنت، يبقى هي مختلفه في الكوارتز عن الهالايت بورد. الهالايت طبعا ده اللي هو التيبل سولت اللي هو ال NaCl كده يعني. If you observe a variety of samples of quartz، لو انا دلوقتي في قدامي samples مختلفة من الكوارتز، ازاي هفرق ما بينهم؟ على طول عن طريق الكالر بتاعهم. يعني هتلاقي مثلا عندك الكوارتز بيتقال عليه glossy quartz لان بعمل زي الازاز، في milky quartz لون مدي على ابيض كده، فبعرفهم عن طريق الكالر. What are ores؟ احنا قايلين قبل كده ان الاورز هي عبارة عن الvaluable minerals in rocks، المينرالز القيمة اللي بتبقى موجودة في الروكس. تمام. What are rocks؟ قلنا برضو ان هي عبارة عن naturally occurring aggregates of mineral grains. يعني ايه؟ هي عبارة عن حبيبات كده او grains من المينرالز متجمعين مع بعض naturally. تمام. وnaturally occurring موجودين في الطبيعة، لازم نكون عارفينها وحافظينها عشان دي بتيجي عليها أسئلة بأشكال مختلفة. الجالينة عندها specific gravity ايه هي؟ 7.5. تمام. The branch of geology that's responsible for determining the physical properties of the component of rocks. Physical properties يبقى geophysics. تمام. Geophysics ليها علاقة بدراسة الphysical properties بتاعت الروكس ذات نفسها. Which branch of earth science includes the study of ancient creatures؟ بس قايلينها هي الباليونتولوجي اللي هي ليها علاقة بدراسة الفوسيلز والحفريات، الحفريات والديناصورز كله، كل الancient creatures. To dig a well in the desert، لو أنا دلوقتي عايز أحفر بئر في صحراء هعمل إيه؟ او هستعين بمين؟ هستعين بالهايدرو هايدرولوجي. الهايدرولوجي دي مش احنا قلنا انها ليها علاقة بدراسة الاندر جراوند ووتر والسيرفس ووتر، فدي هتفيدني لما انا اكون عايزة احفر بئر. تمام. The branch of geology focuses on the evolution of living organisms through the geological history. مش احنا قلنا ان ليها علاقة بتطور الكائنات الحية هتكون برضو الباليونتولوجي؟ يبقى الإجابة عندنا C. To differentiate between the crystal system you can study that through. لو أنا دلوقتي لسه قايلها لكم، لو أنا عايزة أفرق ما بين الكريستال سيستمز أو الكريستال فورمز بستعين بإيه؟ بالمينرولوجي. تمام. Analyzing photos تحليل الصور of an area of earth اللي هو لجزء معين على سطح الأرض استقبلت عن طريق ساتلايت، ده هيوجد لي ريليشن ما بين الجيولوجي وايه؟ الجيولوجي والكيمستري. لو احنا عايزين نعمل انلايز لفوتو يبقى في ريليشن ما بين ايه؟ الجيولوجي والكيمستري. An earthquake hit Egypt in 1992 which caused very bad effect. To learn more about this project you should study. الearthquake اللي هو دلوقتي لما الearthquake حصل، حصل لنا زي rock deformation او حصل خلل في الروكس، صح؟ يعني اشكالها اتغيرت، حصل دمار، فده ليه علاقة بدراسة الـ structure geology اللي هي deformation of rocks. تمام.
if you dig a tunnel through an area, this means that لو أنا دلوقتي عايزة أحفر نفق في مكان معين هستعين بالجيولوجي وإيه والإنجينيرينج طبعا، لأن لما أجي أحفر تونل بيبقى ليه علاقة بال هي الهندسة المدنية، وطبعا هو ليه علاقة بالجيولوجي والإنجينيرينج. تمام. Which of the following isn't one of the three main subdivisions of geology؟ دي حاجة لازم تكونوا عارفينها. The three main subdivisions of geology، أول حاجة اللي هي الphysical geology والhistorical geology والenvironmental geology، دول the three main subdivisions. وبيقول لنا هنا not، يبقى الإجابة هتكون C اللي هي oceanography. When Mr. Jerry was examined a dark gray, هو رمادي غامق mineral, it broke and he saw a red color was appeared in the sample. يبقى دي هكون ايه على طول انا مغمضة الهيماتايت اللي هو الفيقوع، واحنا قلنا ان لونه بيكون dark gray كده والستريك بتاعته تكون red color. تمام. If we drop a few droplets of HCl على لو انا دلوقتي معايا mineral وحطيت عليه drops من ال HCl وهو اتفاعل المينرال ده اتفاعل معي وعمل كده زي فيز اللي هو زي فقاقيع او حاجة، فحعرف على طول ان المينرال اللي معايا ده هو الكالسايت لان هو اللي بيتفاعل مع ال HCl. دلوقتي بيقولي ان انا عندي 2 minerals قدامي اللي هو الكالسايت والفلورايت، هم عندهم different crystal shapes بسبب ايه؟ طبعا هتكون الاجابة of the internal arrangement of the atoms، عشان احنا قلنا ان كل mineral بيبقى مختلف عن التاني في ال arrangement of atoms. دلوقتي احنا قلنا القصة دي ان البايرايت بيتقال عليه full gold. تمام. بيكون الميتاليك لاستر والكولر بتاعه بيبقى شبه الجولد، بس هو بيختلف عنه في ايه؟ ان هو عنده lower specific gravity than gold، وكمان ان هتلاقي ان قلنا اللون الستريك بتاعت البايرايت بيكون بلاك، لكن الجولد الستريك بتاعته بيكون جولد. تمام. فالاجابة عندنا هنا هتكون C اللي هو البايرايت ليز بلاك ستريك on white porcelain tile while gold has a gold streak. دلوقتي يقول لنا ان احنا في عندنا حد a man finds a rock on the beach، في عندنا حد لقى صخرة كده على ايه الشاطئ، فهو راح يسأل جيولوجيست بتاع صاحبه وبيقول له ان هو لقى يعني white mineral crystal وبعت له صورة للمينرال كريستال اللي هو لقاها. فالجيولوجيست رد عليه وقال له ازاي يعني هقولك هي ايه وانا شايفها مجرد بيكتشر بس، احنا طبعا مش هنعرف نحدد الحاجة وهي جاست صورة، لا طبعا بنفرق ما بينهم عن طريق البروبرتيز اللي احنا قايلين عليها، اذا كان مثلا هاردنس او السبيسيفيك جرافيتي اللاستر الكليفج كل دول، فدي البروبرتيز اللي علاقة بالمينرال اللي لازم يكون المينرال قدامي علشان اعرف افرق ما بينهم، لان مش عارف خالص ان انا افرق ما بينه وهو موجود طبعا ما بعت لي صورة، ففي اشكال كثيرة والوان كثيرة متشابهين مع بعض بس بنفرق ما بينهم عن طريق البروبرتيز اللي احنا درسناها. فدلوقتي هو بيقول لي ان الجيولوجيست قال له هات اي نايف بليد عندك واعمل سكراتش ليها. تمام. يبقى البروبرتي دي اسمها ايه؟ هاردنس. احنا قايلين على طول لما نلاقي كلمة scratching يبقى هاردنس. تمام. When you were going to geology museum in Cairo you find a sample that characterized by its magnetic properties. لقينا mineral عندها magnetic properties ليها خصائص مغناطيسية، يبقى ايه وانا مغمضة؟ هيماتايت او ماجنتايت؟ يبقى الإجابة هتكون هيماتايت. بيقول لي دلوقتي أنا عندي four minerals توباز ومسكوفايت مايكا كوراندا وتالك، في عندنا ثلاثة منهم عندهم
نفس الكليفج وفي واحدة مختلفة عنهم. فالإجابة هتكون C اللي هي الكوراندا، لأن الكوراندا has no cleavage. تمام، هنا الميسكوبايت مايكا بتكون عندها cleavage of one direction وكذلك الباقي. The weight of a piece of mineral equals 60 grams and the weight of an equal volume of water equals 8 grams. يبقى المينرال ده ايه؟ انا لسه قايله لكم السؤال هيتكرر بس بصيغه مختلفه. دلوقتي انا عايزه عندي 2 weight 60 قصدي و 8، فانا 60 divided 8 هتدينا ايه؟ هتديني 7.5 اللي هي specific gravity بتاعه الجالينه. تمام، فدي مهمة انا قلت لكم اعرفوها. دلوقتي بيقولك ان انت كنت في المطبخ والجيولوجي تيتشر قالت لك ان انت تجيب مينرال وانت عندك الحاجات اللي قدامك دي، وهتختار انهي؟ اكيد هنختار التيبل سولت، لان التيبل سولت اللي هو ايه؟ الهالايت، واحنا عارفين ان هو مينرال. السؤال كرمنا وجايب لنا الموس سكيل. تمام، دلوقتي بيقول لنا ان احنا عن طريق الاختيارات اللي عندنا دي هنحدد انهي واحده الصح. هنجرب واحده واحده. فلورايد والسكراتش جلاس، هنا عندنا الجلاس الهاردنس بتاعته 5.5 والفلورايد احنا عارفينها انها 4، فهنا بيقول لك الفلورايد هيهزم الجلاس، ازاي الجلاس اعلى منه؟ فلا، اول واحده استبعدناها، ندخل على التانية. جبسم will be scratched by fingernail. الجبسم الهاردنس بتاعته 2 والفينجرنيل 2.5، فطبعا اللي هو الجبسم هيحصل له scratch عن طريق الفينجرنيل. أيوة، يبقى الإجابة B. لو جربنا الباقي هتلاقوهم مش هينفع، فالإجابة عندنا هنا في السؤال B. If you expose a feldspar، feldspar اللي هو الأورثوكليز وبيستخدم في صناعة إيه؟ البورسلين، to sunlight you will see its a luster. اللستر بتاع الفيلدسبار بيبقى معروف ان هو glassy luster او vitreous luster. يبقى الإجابة عندنا هنا vitreous. دلوقتي بيقول ان انا عندي four sample وفي عندي هنا الكيميكال فورمولا بتاعتهم. تمام، مصري عامه، اللي هو CaCO3 اللي هو الكاكاو، قلنا ده الكالسايت، والSiO2 الكوارتز، والCaSO4 ده اللي هو ايه؟ الجبسون. هو بيقول لي ان انا اعمل لهم arrangement ascending، اعمل لهم arrange ascending اللي هو من الصغير للكبير. عن ايه بقى؟ الموسكيل من الهاردنس بتاعتي من الصغير للكبير. احنا عارفين ان الهاردنس بتاعت الجبسون 2 والكالسايت 3 والكوارتز 7، يبقى الاجابة هتكون B. بس وانا كده خلصت، وحبيت ان انا حاولت على قد ما اقدر ان انا اجمع لكم اسئله المتر بتاعت قبل كده، واتمنى بجد ان انا اكون فدتكم على قد ما اقدر. وبس يعني ربنا معاكم، ان شاء الله الامتحان بكره هيكون سهل وما تقلقوش، وانتوا قدها. عايزاكم تبقوا طمنيني عملتوا ايه في الكويز بكره، الامتحان بكره. سلام.